بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرئيسي، شوط اللقاية بكار، ويحمل نخبة من اللقاية ونخبة من الشعارات المميزة في عالم رياضة الآباء والأجداد. لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، أهلا وسهلا بكم في أرضية ميدان التحدي. نذهب لننقل لكم مجريات هذا الشوط وما يحدث في أرضية الميدان. في مقدمة هذا الشوط الواعية ملك السيد علي بن بخيت العذبة، وهي تعي أهمية هذا الشوط، شوط الكاس، وفي ثاني المراكز حاملة الرقم 18 الشاهينية سعد بن نهار النعيمي، وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 4 شواهين علي بن عبد الله آل يحيى، وفي خامس المراكز حاملة الرقم 1 بداية حمد بن علي القريصي، وفي خامس المراكز حاملة الرقم 6 سرابة جار الله بن جهويل المري. نعود والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مع الصدارة، نعود مع الواعية علي بن بخيت العذبة، وهي تعي أهمية هذا الشوط وتعي معنى كلمة الفوز والناموس. ولكن نرى تغيير من الجانب الأيمن من الجهة اليمنى من حاملة الرقم 4 شواهين علي بن عبد الله آل يحيى، تتصدر هذا الشوط في هذه اللحظات، وهناك دخول من حاملة الرقم 1 بداية حمد بن علي القريصي، وهي تبدأ في هذه اللحظات بالهجوم والتقدم والانطلاقة إلى الناموس إلى الزعفران. تليها على ثاني المراكز شواهين للسيد علي بن عبد الله آل يحيى والسلالة الشاهينية الغنية عن التعريف. نعود إلى ثالث المراكز، ثالث المراكز حاملة الرقم 16 الواعية علي بن بخيت العذبة، ولكن نرى تدخل من الجانب الأيمن من حاملة الرقم 6 سرابة جار الله بن جهويل المري. الشعار المميز، شعار سرابة، شعار جار الله في هذه اللحظات على ثالث المراكز، ولا زالت تتسرب لتصل إلى المركز الأول. وفي رابع المراكز حاملة الرقم 23 الظبي علي بن عبد الهادي البريدي، ظبي الفلا رمز العطاء، غيرت إلى أول المراكز في هذه اللحظات. ما شاء الله على الانطلاقة، الله 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 يا الظبي. في ثاني المراكز سرابة جار الله بن جهويل المري، بن جهويل على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز شواهين علي بن عبد الله آل يحيى، وفي رابع المراكز بداية حمد بن علي القريصي، لا زالت تبحث عن البداية، تبحث عن المقدمة. وفي خامس المراكز، في خامس المراكز الشحانية علي بن سالم التوم المري. نعود والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، نعود ونذهب مع الظبي للسيد علي بن عبد الهادي البريدي، التي تتصدر الشوط في هذه اللحظات وتتقدم وترقص. ما شاء الله تبارك الرحمن، شكل جميل، شكل الظبي ما شاء الله، انطلاقة جميلة ولا أروع. ما شاء الله يا الظبي، بدت تباعد المسافة، بدت تروح. روحت الظبي. في ثاني المراكز سرابة جار الله بن جهويل المري، على ثاني المراكز يحاول التقدم، يحاول الاستيلاء على مكان الظبي للسيد علي بن عبد الهادي البريدي. خلونا مع الظبي، 900 متر النهائية، تعدينا لوحة 900 متر في هذه اللحظات. روحت الظبي، روحت
روحت الظبي مع علي بن عبد الهادي البريدي ثاني المراكز، نرى التدخل والانطلاقة من حاملة الرقم والتي تندفع بقوة بقوة، ما شاء الله ما شاء الله، وصلوك هالطلايب، وصلت شواهين علي بن عبد الله آل يحيى، ما هي بشهانية واحدة، شواهين شواهين شواهين. وفي ثالث المراكز نهاية حمد بن علي القريصي، نعود مع الظبي مع الخمسمائة متر النهائية، الظبي 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 الظبي، علي بن عبد الهادي البريدي مع الأربعمائة متر النهائية، روحت روحت روحت، وتقولكم good morning everybody، روحت الظبي مع الثلاثمائة متر النهائية، ما شاء الله ما شاء الله، الله يسهل دربها، راحت 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 راحت، جابت الناموس جابت الناموس للسيد علي بن عبد الهادي البريدي، نبارك له من هذه اللحظات ونقول له من الحين تهانينا والناموس، تهانينا والناموس، كونغراتيوليشن يا مالك الظبي علي بن عبد الهادي البريدي. وفي ثاني المراكز التي وصلت حاملة الرقم 4 شواهين علي بن عبد الله آل يحيى، وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 27 الضعاين ملك خليفة بن خليفة العطية، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية، 73 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط، لازم الانطلاقة في هذه اللحظات.